طيب نبتدي بجريده الاهرام، وكلامهم النهارده عن النادي الاهلي كان عباره عن ايه؟ الناس اتكلمت في موضوع احمد فتحي، ده خلاص اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه، وطبعا دي كانت طباعه اولى يعني، او يعني خلاص يعني الناس ما كانتش لحقت الخبر طبعا الجديد، لان يعني دي اخبار اليوم والاجتماع كان النهارده، فده امر طبيعي يعني. هنلاقي بعض الصحف تتكلم على موضوع احمد فتحي ده عادي جدا، لكن هم بيتناولوا قبل او ما قبل جلسه اليوم يعني. الجوكر مفاوضات التجديد لم تبدا الا بعد توقف النشاط الرياضي، يعني ممكن اعلق على الجزئيه دي بس، ان التوقيت بتاع مفاوضات التجديد بالنسبه لرباعي النادي الاهلي ده بيحدده بس المسؤولين في النادي. متفاهم جدا ان انت خلاص لما اللاعب يكون بيقرب 6 شهور يخلص عقده يخلص يعني، فانت لازم تتفاوض معاه عشان تجدد عقده لو انت حابب ان هو يكون موجود. فالتوقيت ده بيرجع لمسؤولي النادي الاهلي، بيرتبوا التوقيت ده بناء على ايه؟ بناء على الضغط بتاع المباريات اللي كان موجود قبل فتره التوقف. بتلعب افريقيا، بتلعب دوري طبعا، بطولات كتير جدا، ماتشات كل 3 4 ايام، فكان في ضغط كبير، بالتالي كان صعب يبقى فيه كلام عن التجديد في فتره حساسه ومهمه في مشوار الاهلي الافريقي تحديدا، زي الفتره ما قبل النشاط الرياضي يعني. طيب او ما قبل توقف النشاط الرياضي. عاشور او هنا بيجتهدوا مثلا، او بيقول لك عاشور منسق لقطاع الكره، ممكن تكون من ضمن المقترحات، الله اعلم، في حاله ان حسام عاشور قرر الاعتزال، ده امر لسه ما اعلنش عنه النادي الاهلي بشكل رسمي. كمان فايلر يمدد فتره الراحه بسبب كورونا، ده امر طبيعي جدا بعد تمديد ايقاف النشاط الرياضي في مصر بسبب ايضا كورونا. طيب تعالوا نروح لجريده الاخبار، واللي بتتكلم عن الاهلي يحسم ازمه احمد فتحي اليوم، اتكلمنا خلاص في الجزئيه دي والدنيا خلاص اتكلمنا فيها. المناوره مستمره مع بيراميدز بورقتي جابر وبكار، الناس كتير جدا بتتكلم بخصوص ان النادي الاهلي هيعقد بعض الصفقات مع بيراميدز وكلام من ده، الكلام ده سابق لاوانه بشكل كبير. عمر جابر لعيب جامد جدا طبعا، لكن صعب شويه عمر جابر يكون موجود في النادي الاهلي، والناس في النادي ما بيفكروش في عمر خالص دلوقتي، طبعا لعيب جيد ولعيب مميز لكن يعني مش في الحسابات حتى هذه اللحظه يعني. بالنسبه لرجب بكار برضو اجتهادات كتير بخصوص رجب بكار، لاعب ايضا مميز، لكن في نفس الوقت هم بيتكلموا في اتجاه ناحيه اليمين، انت عندك عدد من اللاعبين مميزين جدا بخلاف الموجودين في الفريق دلوقتي، انت عندك كمان لاعب خارج النادي الاهلي معار وهو باسم علي، وبالمناسبه باسم من اللاعبين المميزين جدا، قد يلجا النادي الاهلي لعوده باسم علي عشان يكون اضافه في هذا المركز يعني. فدي كلها امور مطروقه مع نهايه الموسم بشكل اكبر، هتتضح يعني في نهايه هذا الموسم. طيب تعالوا نروح للمصري اليوم، واللي بتتكلم على ان فايلر يشترط زياده راتبه 25% لتجديد عقده. انا بصراحه عايز اسال سؤال، اسال صديقنا العزيز في المصري اليوم، انا مش عارف مين اللي كاتب الخبر، لكن هو السؤال عباره عن ان حضرتك عرفت منين ان فايلر بيشترط زياده راتبه 25%؟ هل حضرتك تواصلت مع فايلر؟ ما ينفعش، ما اعتقدش، مش ما ينفعش عشان حاجه، لا هو الراجل ما بيتواصلش مع الاعلام، الراجل ملوش اي تواصل مع اي حد من الصحفيين او اي حد من الاعلاميين خالص. واحد بيحب دايما يبقى مركز في شغله، مركز في الجوانب اللي بتخص الفريق فقط، لكن فيما يتعلق بالمفاوضات ما بين الاهلي وفايلر ده امر ما يعرفوش، صدقوني ما يعرفوش غير المسؤولي النادي الاهلي، مسؤولي النادي الاهلي اللي بيتفاوضوا مع الراجل، وما يعرفوش غير الراجل نفسه اللي بيتفاوض بخصوص التجديد يعني. ملف موجود مطروح، الجديد فيه خلال باذن الله فتره قريبه يعني، هنشوف الاوضاع هتخلص على ايه بخصوص الاهلي ومستر ريني فايلر، لكن طبعا الراجل ما شاء الله عليه ماشي بشكل ممتاز يعني. طيب نروح للدستور، واللي بتتكلم بخصوص رمضان صبحي، وبتقول ان الاداره خطبت هدرسفيلد لتمديد اعاره رمضان صبحي 3 شهور، والموضوع مش متعلق بهدرسفيلد يا جماعه، الموضوع متعلق ب الاتحاد الدولي، هو اللي هيقرر جزئيه زي دي، لان ده امر ممكن بيتعرض ليه العالم كله. بالمناسبه رويترز بالتحديد يعني شافوا وثيقه من الفيفا بتتكلم، وهيتم الاعلان عنها قريبا يعني، بتتكلم بخصوص ايه؟ بخصوص ان اي لعيب عقده بينتهي مع مثلا نهايه شهر، مع نهايه شهر 5 مثلا، لا هيتمد العقد ده، سواء بقى انت معار او انت عقدك اصلا النهائي مع الفريق بينتهي، فهيتمد لمده 3 شهور بسبب فيروس كورونا وبسبب التوقف في النشاط الرياضي خلال الفتره اللي فاتت دي. وثيقه حصلت عليها رويترز يعني بالمناسبه، وده اللي هيتم الاعلان عنه قريبا يعني. فده امر ملوش علاقه بهدرسفيلد قوي، ليه علاقه اكتر بالاتحاد الدولي لكره القدم، ومترقبين الاعلان عن الجزئيه دي. طيب فيما يتعلق بان الاهلي يحسم مصير فتحي النهارده، اتكلمنا في الموضوع ده، التخطيط تتحفظ على عمر جابر، مش صوره قوي عمر جابر لاعب بيراميدز. طيب اخبار الرياضه،
وبتتكلم في حوار مع حسين الشحات نجم النادي الاهلي، والراجل بيتكلم مع او عن اصابته في العضله او عضلات البطن، وبيقول يعني ان الاصابه دي كانت يعني مضايقاه خلال الفتره اللي فاتت، لكن هو خلاص ان شاء الله باذن الله تعافى منها قريبا. اتكلم في بعض الجوانب العديده فيما يتعلق بالضغوط داخل النادي الاهلي، فيما يتعلق بان هو الفتره اللي فاتت او الفتره الجايه هيحاول يستعيد مستواه يعني المميز، وان هو كان متاثر بسبب الاصابه، يعني جوانب عديده اتكلم فيها حسين الشحات. لكن ايضا تطرق لموضوع ال 150 مليون اللي دايما الناس بتتكلم فيه، ان الاهلي تعاقد مع حسين الشحات 150 مليون. قال الكلام ده مش حقيقي خالص، وايضا الكلام ده بيؤلمني اكتر من الاصابه اللي عندي، الرقم مش كده خالص. ودي حقيقه قلنا لحضرتك قبل كده بخصوص رقم تعاقد النادي الاهلي مع حسين الشحات، واللي كان اقل من كده بحبه كتير يعني. طيب اخر خبر هعلق عليه مع حضراتكم هو